أمطار آذار تتساقط على معظم مناطق البلاد وتنتهي يوم غد. سيول دهوك تودي بحياة شخصين، وأربيل تحذر المواطنين. في مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب، السيد الحكيم يدعو الدول الإسلامية إلى ترميم بيتها الكبير وإيجاد شراكات اقتصادية كبرى. العراقيون يحيون ليالي شهر رمضان المبارك بطقوس إيمانية، والأجهزة الأمنية تراقب الأسعار في الأسواق المحلية. أهلا بكم. تعرضت البلاد خلال 24 ساعة الماضية إلى موجة أمطار وسيول كانت شدتها في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد. وقال عامر الجابري مدير إعلام الأنواء الجوية إن تأثير اندماج المنخفضين الجويين لا يزال مستمرا ولم يغادر العاصمة بغداد أو أي منطقة أخرى، إلا أن تأثيره سيتركز في المناطق الشرقية والشمالية، مضيفا أن تأثير المنخفض الجوي سينتهي غدا الأربعاء. أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك وفاة شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل جراء السيول. وقال مسؤول إعلام المديرية المقدم بوار عبد العزيز إن مياه السيول دخلت عددا من المنازل المطلة على نهر هشكرو وسط مدينة دهوك، لافتا إلى أنها تسببت بوفاة شخصين فضلا عن تضرر أكثر من 100 منزل وغرق 15 سيارة كحصيلة أولية. هذا ودعت حكومة إقليم كردستان المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة بسبب توقعات بتساقط أمطار غزيرة وبرد. وأصدرت الحكومة المحلية في أربيل تعليمات بشأن الأمطار في المدينة، ودعت في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأنهار وأيضا الأماكن التي تجتمع فيها المياه، حيث أعلن البيان أن الجهات المعنية دخلت حالة التأهب، إضافة إلى إنجاز العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تقليل مخاطر الفيضانات بشكل كبير. شدد مختصون على ضرورة الاستفادة من الأمطار والسيول في المنشآت الخزنية في السدود، فيما دعا مواطنون الحكومة ووزارة الموارد المائية إلى استثمار موسم الأمطار في تدعيم الخزين المائي للبلاد. المزيد في تقرير صباح حكيم. كمية من الأمطار تساقطت على العاصمة بغداد وبعض مدن البلاد، استمرت منذ ليل الاثنين حتى ظهيرة الثلاثاء، وبعدها عاد الجو للصفاء وشقت أشعة الشمس الغيوم المطرية التي تجمعت في السماء حاملة كميات كبيرة من المياه. تلك المياه التي ينتظر المواطنون الاستفادة منها لاستخدامها بالفترات التي يعاني العراق فيها من نقص الوفرة المائية ومن خلال تخزينها. بالنسبة للموارد الداخلية ونقصد بما تسقط من الأمطار وذوبان الثلوج، حقيقة هناك شقين. عندما تكون الأمطار ساقطة خلف السدود بالبحيرات ممكن خزنها والاستفادة، أنا أقصد بالشريط الحدودي اللي دائما تتكون منه سيول الأمطار اللي يبدي من أربيل إلى السليمانية ومن ثم باتجاه ديالة إلى واسط. طبعا هنا ممكن خزن هذه المياه بالسدود اللي تكون سد الموصل، سد دربندخان، سد دوكان، سد ديالة، سد حمرين. ومن مهام الجهات المعنية بالموارد المائية في البلاد جمع مياه الأمطار والسيول
جديد الاستفادة منها في مشاريع الشرب والسقي وعدم هدرها واستثمار تلك الإيرادات الغزيرة التي يجب أن يتم خزنها والحفاظ عليها، وقد تكون وسيلة الحماية من شحة المياه في أشهر الصيف الحارة، حيث نقص الحصص المائية المستحقة للعراق بفعل السياسة المائية المتبعة من قبل دول الجوار وتعديها على حقوق العراق المائية. مع الأسف احنا الحقيقة اللي ده نشوف تخلص الأمطار نشوف النهر دجلة والفرات يقل منسوب المياه اللي بيه، تخلص الأمطار نشوف تصحر وجفاف عندنا. فالدولة واجبها انه تستغل هذا الشيء احسن استغلال. وتحتاج السياسة المائية في البلاد لتخطيط علمي تتناسب فيه الخطة الزراعية مع الوفرة المائية، وألا تكون الاعتمادات الكلية على حلول السماء التي تكون منقذة لفترات محدودة. صباح حكيم، الفرات. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم الدول الإسلامية إلى ترميم بيتها الكبير وإيجاد شراكات اقتصادية وتجارية كبرى. وأكد السيد الحكيم في مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة أن المذاهب الإسلامية على تعددها وتنوعها تشكل قراءات متنوعة تنبع من نسخة واحدة جوهرها الإسلام والشعائر الإسلامية، داعيا إلى إنهاء فصول التشكيك والتفريق بين أبناء الأمة الواحدة وقبول الاختلافات وحصرها على المستوى العلمي والفكري والمعرفي بعيدا عن أجندات المتطرفين والجهلاء والدخلاء. ودعا أيضا قيادات الأمة الاهتمام والرعاية والعناية والسير الحثيث نحو بناء حضاري عالمي كبير بهوية إسلامية أصيلة، مشددا على ضرورة تعاون المجتمعات الإسلامية على الخير والتقدم والتطور لتأسيس مسير مشترك ومصير واحد للتقدم والازدهار، مذكرا بدعواته في ترسيخ مفهوم الوطنية والمواطنة الشيعية للتأكيد على ضرورة ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة في كل دولة وفق أطر الحقوق والواجبات المتساوية العادلة. أعلنت مفوضية الانتخابات المصادقة على إجراءات الاقتراع والعد والفرز الإلكتروني واليدوي لانتخابات برلمان إقليم كردستان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي في تصريح صحفي أن مجلس المفوضين صدق على إجراءات الاقتراع والعد والفرز الإلكتروني واليدوي لانتخابات برلمان كردستان التي من المقرر إجراؤها في 10 حزيران القادم. كما صادق مجلس المفوضين على اعتماد تعليمات الإعلاميين للانتخابات. كشف مصدر سياسي عن زيارة وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني العاصمة بغداد. وبين المصدر أن وفد الحزب الديمقراطي سيبحث مع ائتلاف إدارة الدولة والأطراف السياسية مضمون بيانه الأخير في مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان وتطبيق الدستور وبنود الاتفاق السياسي مع الأحزاب الموجودة في بغداد. إلى ذلك حث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن قرار مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان. وعبر السيد الحكيم في بيان عن أسفه لإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في إقليم كردستان، وحث قيادة الحزب على مراجعة هذه القرارات والعدول عن هذا الموقف والاستمرار بالمنهج الديمقراطي.
أوضح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم. وذكر رشيد في بيان أن العملية السياسية بعد 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني. وأشار البيان إلى أن الدستور أقر صراحة فيدرالية إقليم كردستان، وهو ما يعني أن لسلطات الإقليم الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه، بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد. ولفت إلى أن رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق هو رسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، وتنفيذ هذه السياسة وتحديد آلياتها تدخل ضمن صلاحيات الإقليم. وأكد رشيد حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب. من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة. أكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بإطلاق الموازنة التشغيلية للمحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة ذي قار أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه وزارة المالية بإطلاق الموازنة التشغيلية للمحافظات لسنة 2024. يكتسب شهر رمضان في العراق نكهة خاصة من خلال العادات المتجذرة والتقاليد الراسخة في الوجدان والتنوع الثقافي في التفاصيل الممكنة، ما ينعكس بشكل جلي على طقوس التعبد وموائد الإفطار. في محافظة البصرة يحيي العراقيون الشهر الفضيل عبر العادات المتجذرة في تاريخهم وذاكرتهم، فما أن يقترب آذان المغرب حتى تعج الشوارع بالحركة وتنبض الحياة داخل الأسواق وفي دور العبادة، فيشكل الشهر الفضيل فرصة لتعميق الأواصر الأسرية وزيادة التماسك والتعاضد في مجتمع متعدد الأطياف والأصول. أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة اعتقال 12 شخصا من المتلاعبين بالأسعار في ميسان. وذكر بيان لقيادة عمليات ميسان أنه خلال جولة أجراها المحافظ حبيب ظاهر راضي يرافقه مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العميد لفتة فاخر ومدير الرقابة التجارية وأطباء من البيطرة، شملت أسواق مدينة العمارة لمتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. تم اعتقال 12 شخصا من المتلاعبين بأسعار اللحوم والمواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد إحالتهم إلى القضاء. التقى محافظ النجف الأشرف يوسف مكي جناوي عددا من العمال ضمن كوادر بلدية المحافظة على مأدبة إفطار جماعية لتعزيز مبدأ الأخوة والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع عامة. المزيد مع تقرير السجاد الخاقاني. أجواء رمضانية ممزوجة بالود والوئام، ذاب فيها التكلف والصفات الرسمية، جمعت بين السيد محافظ النجف الأشرف وكوادر بلدية المحافظة على مائدة إفطار تخللتها الصراحة والعفوية. اليوم كانت إفطارية مع أخواننا مهندسين النظافة اللي بيبذلون جهود كبيرة من أجل إبراز مدينة النجف بالصورة الأجمل والأنظف والأحلى في هذا المتنزه اللي هو تابع لبلدية النجف اللي تابع للإدارة المحلية في المحافظة.
من مبادرات رمضان هي الجمعة مع الأخوة والأصدقاء، وهم أصدقائنا وأخواننا إن شاء الله. اليوم انجمعنا معهم على إفطار، نسعى إلى أنه نقدم خدمات بلدية أفضل، وإن شاء الله قريبا نفتتح بعد من المتنزهات لراحة عوائلنا النجفية. مهندسو النظافة طالبوا من الأستاذ يوسف مكي قناوي ومن الحكومة المحلية أن تنال هذه الشريحة الاهتمام والرعاية، كونهم يعملون في ظروف خاصة يستحقون فيها أن يحصلوا على حقوقهم. اليوم احنا سعداء بزيارة السيد المحافظ، كان زيارة خوية، استمع على مطالبنا واحتياجاتنا وراح يكون سندا وعونا لنا. الاقتراب من الناس والاستماع إليهم يكون حالة من الارتياح بين المسؤول والمواطن، ويساهم في تشخيص السلبيات والإيجابيات وصولا إلى تكامل يخدم المصلحة العامة. حقيقة هذه الزيارة كانت مفاجئة، إن خاصة كطلاب موجودين هنا، وكانت عفوية ورائعة أصلا للحضور جميعا للعوائل وللطلاب، ونتمنى أنه تكون هيك زيارات بأغلب المحافظات مثل ما صارت محافظتنا الأولى. والله هذا الشيء شوفه جديد وما كان موجود سابقا، مثلا تشوف المحافظ ينزل الأجواء الشبابية، أجواء المواطنين الموجودين تشوفه نازل مثلا ويا الشباب ويسولف وياهم، يسأل عن أحوالهم، خصوصا إحنا كطلبة وهي أجواء رمضانية وإجا سأل عنا. تأتي هذه الزيارات الميدانية لفتح آفاق جديدة بين الحكومة المحلية والمواطن وإبداء الآراء والمقترحات التي تحتاجها المحافظة. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. هذا وتشهد المساجد والمراقد المقدسة في شهر رمضان المبارك، ومنها مقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في محافظة الناصرية، توجه المؤمنين لأداء العبادات والاستماع إلى المحاضرات الدينية. تقرير وهاب الغزي. بعد يوم من الصيام وبعيد الإفطار، يتوجه الناصريون لاكتساب الأجر والثواب وإكمال العبادات المستحبة في الأماكن والمقامات المقدسة، ومنها مقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الناصرية. مكان طاهر للإمام علي عليه السلام، عوائل أهل الناصرية يجون بأيام شهر رمضان هنا للتبرك في هذا المكان والتعبد، وهنا تناول الفطور والسحور وقضاء أوقات يعني سعيدة بهذا المكان اللي كان مكان طاهر للإمام علي عليه السلام. إنه مكان مبارك لقراءة القرآن وللدعاء، نجي هنا للتعبد، يعني متنفس العوائل لأهل الناصرية، مكان كلش يعني نجي هنا نتراح نرتاح به. هم يجيبون سحور؟ أكيد أكيد، أي نفطر هنا ليلة الخميس والجمعة، أيوه دائما هنا احنا متواجدين. ولأن شهر رمضان ربيع القرآن، فإن المساجد والحسينيات والروابط القرآنية مستمرة في إقامة الختمات القرآنية في الصباح والمساء ولكلا الجنسين ومختلف الأعمار. انتهجنا بفضل الله أن نحيي ليالي شهر رمضان المبارك بتلاوة القرآن، وفي كل ليلة جزء من القرآن، وهذا الأمر عهدناه منذ قديم، منذ عام 1998 ولحد هذه الساعة، والحمد لله الحضور طيب من الأخوة الذين يحضرون مجالس القرآن صغارا وكبارا، وهناك أصوات شجية ندية تصدح في هذه الليالي المباركة بتلاوة آيات القرآن. صار لنا سنين في هذه الرابطة، وكل سنة نحيي هذه الليالي المباركة بقراءة جزء من القرآن الكريم، لنتم في يوم 30 أو في ليلة 30 ثلاثة جزء، ونكون قد ختمنا ختمة كاملة نهديها إلى ثواب أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. كما تقام مسابقات دينية ومحاضرات توعوية تجعل من أماس الشهر الفضيل أماسية روحانية وإيمانية بامتياز. ما بين المحاضرات الدينية والختمات القرآنية وزيارة الأماكن المقدسة، تكون الأماسي لأبناء مدينة الناصرية في ليالي شهر رمضان مفعمة بالتقوى والإيمان. من مدينة الناصرية، وهاب الغزي، الفرات. ختام المرصد الخبري، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.